بنراجع برضو على الحاجات اللي هي البسيطه، وفي نفس الوقت ناخد شويه حاجات برضو تكون معقده شويه. لو احنا عملنا السب كويري، اشتغل برضو في الاوبريتورز او في الكومباريزون مع السب كويري. فالسب كويري هو مجموعه، هو استعلامين مع بعض، هم بيبقوا استعلامين اصلا في الاساس مع بعض. فلو انا مثلا كان الاستعلام بتاعي بيقول لي انا عايز كل الناس اللي بتدرس اللي مرتباتهم اكبر من او يساوي من مرتب مثلا دكتور ناجي رمضان مثلا، فانا هنا الكويري ده، الكويري ده هو مركب، يعني هو مركب من حاجتين. اولا انا عايز اجيب الناس اللي مرتباتهم اكبر من او يساوي، لو قال لي اكبر من او يساوي مثلا 9000 10000 100000 بتاع، خلاص رقم وخلصنا عرفناه خلاص. لكن قال لي اكبر من رقم بتاع شخص اخر، فبقيت انا بالنسبه للشخص الاخر اصلا انا مش عارف صح. طب انا عندي ايه تو كويريز في الحقيقه. الاول انا عاوز عشان اقدر اجاوب الكويري الاصلي انا عارف اصلا السالري بتاع مثلا دكتور ناجي كام صح. فانا لو جبت السالري فروم تيتشر قلت له ايه من الايه؟ انا مش فاكر النيم كان بيساوي ايه؟ مثلا اتخيل ان هو متسجل مظبوط. فلما عملنا جو رجع لي رقم ماشي؟ يبقى ده الاستعلام الاول، ده الكويري الاولاني. عايز اسلم الكويري، عايز اسلم بقى الكويري الاصلي اللي انا عايز اشتغل اصلا للكويري ده. ده خلاص كده ده الريزلت بتاعته. يعني سيبك انت من الديزاين اللي معمول للكلام اللي فارغ، هو الكويري ده كله هو الريزلت بتاعته رقم، هو الريزلت بتاعته بالنسبه لي رقم خلاص. فلو انا جيت ده الكويري الاول، وكان عايز يعرض ايه؟ كان عايز يعرض اسمه مرتب اي حد مرتبه اكبر من او يساوي صح؟ قلت له ماشي. لو انا جيت اسم، معلش بكبر لكم قوي فمعذبني شويه من الله، ومرتب تيتشر وير ان السالري صح يكون اكبر من او يساوي. ما هو لو كده كان الموضوع بالنسبه لي انتهى صح، لان انا عارف. بس انا فعليا انا مش عارف الرقم ده خلاص. فالرقم ده بيمثله بالنسبه لي كويري اخر هيتحط هنا تمام، هيتحط هنا مش ارو فانكشن ولا حاجه، بس هي بتتحط في ما بين القوسين دول كده، ادي الكويري بتاعي. فالساب كويري ده، السب كويري ده هيمشي بنفس القواعد اللي احنا شرحناها في البريسيدنس اللي هي الاولويات. فهو هيبدا بالايه؟ بالقوس الاول، وبعد كده يطلع النتيجه اللي بره. فهو فعليا هينفذ الكويري ده صح الاول، فيريتيرن ليا قيمه، وبعد كده يبدا يرن ويشوف اللي اكبر من القيمه اللي طلعت له دي. فهم يعني استعلامين مركبين جوه بعض. وده اول حاجه احنا اخدنا، بس ناخد اكبر منه ويساوي، بس بنحاول ندخل معاه شغل برضو يكون شويه في 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 مركب. يعني هو مركب بنسميه، انا بحب اسميه مركب يعني. فبدا يجيب لي الناس بقى كلها اللي هي مرتبها ممكن تكون اكبر منه معاه هو. ليه؟ لان انا قايل له اكبر من او يساوي صح ولا ايه؟ اكبر منه ويساوي، فجاب معاه كمان اللي بيساوي. طب لو انا عايز اكسكلوده، ده كده هكسكلود كله وكله واللي زيه. هنتكلم عليها كمان شويه، لما نتكلم ان شاء الله على الاند والاورونوت هتبقى بسيطه جدا. انت هتقول ايه اند؟ ان يكون اسمه لا يساوي ناجي، فانت هتبدا تستثني نفس الشخصيه ذات نفسها بس من الكويري بتاعك. طيب لو جينا قلنا احنا ده كده الاساسي. طيب احنا خدنا اكبر من مع سب كويري. طب لو احنا